طب خلينا نروح لبشمهندس شريف، يعني برضو احنا اتكلمنا عن الفلوس والدعم وما شاء الله، يعني استاذ محمد يعني راجل داخل جدا في القصه دي. من وجهه نظر حضرتك لو بتكلم على الالعاب الفرديه مش الجماعيه، حضرتك عايز بادجت قد ايه على اللاعب من دوره اولمبيه لدوره اولمبيه عشان تصنع لعيب اولمبي ياخد ميداليه؟ طبعا في فورمولاز عالميه معروفه، بس انا قبل ما هرد على السؤال اللي معروض قدام حضراتكم في الشاشه دي، ده بطوله العالم المقامه في مصر، دي ملاعب مصر. صحيح. يعني حضرتك الشكل ده اللي بيشوفه مش واخد باله ممكن يفتكره في اي حته في الدنيا. صحيح. خلاص، لا دي مصر، ده هيئه استاد القاهره حضرتك، دي ملاعب هيئه استاد القاهره ما شاء الله. تمام، فاحنا بنتكلم في عندنا افضل فاسيلتيز في العالم الحقيقه. صحيح. خلاص، للعبتنا على الاقل، وفي العاب كتير الحقيقه عندنا افضل تكنولوجيا، عندنا افضل مان باور بيأدي في البطولات، عندنا شكل حضاري رائع. خلاص، حكام على اعلى مستوى، فولنتيرز. مش عايز اقول لك الفولنتيرز في مصر يعني بيحكوا بيهم. خلاص، الدول بتبقى اول حاجه بتشكرنا عليها هي الفولنتيرز اللي موجوده، والتعامل اللي بيكون مع الناس. اول مره اشوف حجم السبونسرز ده كلها الموجوده، كانت معروضه من شويه، سبونسرز كبيره جدا موجوده طبعا في رياضه زي الخماسي. واكسبوجر كبير، السبونسرز دول خدوا اكسبوجر وخدوا يعني ما يعادل الارقام اللي هي ادينا لهم من تغطيه اعلاميه مميزه. خلاص، بالشكل الكبير. طب انت اصلا استضفت دي ازاي يا باشمهندس؟ يعني انا سمعت ان كان فيها حوارات وقصص. ازاي جت مصر؟ لا احكي لي على القصه دي. حضرتك، احنا بنسعى كاتحاد ان احنا نجيب اكبر عدد من البطولات الكبرى لمصر، لان دي في الاخر بعرف اسوقها واعرف اجيب منها فلوس زياده عن التنظيم عشان اعرف اصرف بيها على بقيه منتخباتي واحتياجات منتخباتي وهكذا. لا تعالى بقى ثانيه واحده يا باشمهندس. لا ما تنطليش كده. انت بتقول ده انا باخد احداث كبيره. أيوة. عشان اطلع كسبان منها. مظبوط. انا اول مره اسمع. مظبوط. معلش يا باشمهندس. انا اول مره اسمع الفكر ده. بالشكل ده. انا عايز بطولات عالميه، مش بس ان انا عايز بطوله، لا. انا جايبها عشان اكسب منها. مظبوط طبعا، وده اللي حضرتك طبقته. طب ازاي خدت البطوله بقى مصر؟ لا دي الرساله. انا اسف دول قطع كلامك. مهندس شريف لما بيجي يكلمنا، انا لو مش هكسب بالبطوله دي مش هعملها. انتوا فاهمين ده اول ميتنج في جزء فني يعني. في اهميه فنيه لوجود البطوله عندي عشان اللعيب يلعب على ارضه وعلى الملاعب اللي هو عارفها والكلام ده كله. يعني هديك مثال ظريف، احنا لعيبتنا تميزوا خلاص وعملوا يعني طفره فظيعه. خلاص، لو انت متابع كانت البطوله دي في اخر لعبه اللي هي جري والرمايه، اللي جه احمد الجندي واحمد اشرف من المركز العاشر وال15 وال15 والثالث. تمام. تمام. حلو. تمام. طب حضرتك تعرف الفنيات اللي ورا الكلام ده ايه بالنسبه لنا احنا؟ لا ما تقول لي. طيب حضرتك، احنا حطينا في ملعب الفروسيه ده 730 طن رمله. 730 طن رمله. خلاص، لتظبيط هذا الملعب حضرتك لما تجري في رمل غير لما تجري في ايه؟ على نجيله، غير لما تجري في ترتان. خلاص، فلما نحط هذا، احنا لعبتنا الجري بتاعها كروس كانتري. كروس كانتري يعني الارضيه ممكن تبقى رمله، ممكن تبقى ترتان، نجيلة. ممكن تبقى نجيله، ممكن تبقى اي حاجه. نعم. تمام، لما نعود لعبتنا خلاص اللي جامدين في الجري ونصعب كورس الجري، وده حقنا خلاص عشان لعبتنا تاخد ميزه. تمام، طب ما ده اهو ده جزء فني بحت. خلاص، فاللعيب الثاني يفيص. انت جبت لعيبك من المركز ال 15 جبته للثاني. تمام، بالظبط. تم بستفيد بميزه موجوده عندي. خلاص، لما يبقى عندي انا مشكله في لعيبتي ضعيفه في الجري. زمان احنا على ايامنا كنا احنا جيل ضعيف في الجري. فكان الاتحاد لما ينظم بطوله يعمل كورس جري سهل جدا. ستريت، ما فيهوش مطالع منازل، ما فيهوش اي حاجه عشان الجاب يقل بيني وبين الاجنبي اللي بيكسبني. تمام، ففي فنيات كتير. الحته الماليه زي ما حضرتك قلت، لا مهم طبعا ان احنا كسبت البطوله دي يا نبقى طالعين كسبانين. احنا لسه بنقفل الميزانيه بتاعتها على فكره. لسه بنقفل في 6 بس. لا بالشكل يعني كده. انا هقول لحضرتك يعني شايف سبونسرز ما شاء الله كتير، وشايف البطوله الاتحاد الدولي يملك 10 بطولات كبرى. احنا كان كل سنه من 2014 خلاص، وكانت ده الصعوبه الكبرى بعد ثورتين، ازاي تقنع الاتحاد الدولي ان احنا يرضى يرسي بطوله على مصر ونرجع نعمل بطولات هنا. اصعب سنه كانت 14 و15 خلاص، ان الدول كان لسه ايه يقول لك لا ده مصر مش امنه، ده ما فيش. احنا بقى قدرنا ان احنا يعني نكسر الحته دي من اول يوم، ويعني فيها قصص تتحكي في ازاي قدرنا نعمل الكلام ده. انما بعد كده بقى في ثقه، بقى الاجانب رجع الله ايه يا جماعه اللي بيذيع في الميديا ده. صحيح. ده مصر هنا رحناها وجيناها والامن والامان وكل حاجه. صحيح. تمام التمام. خلاص، لان الميديا برضو بتبقى موجهه في دول كتير. طبعًا الحقيقه. طبعًا طبعًا فده بتبين للدنيا ان احنا لا احنا بلد كويسه جدا. خلي بالك حضرتك، انت الاتحاد الوحيد اللي نجحت في 2021 تنظم بطولتين عالم للكبار
وللصغيرين صح انا غلطان؟ لا ده احنا عندنا كمان لسه واحده جايه واحده ثالثه كمان احنا بس ده كانت بالصدفه. بالصدفه بمعنى ايه؟ ان احنا كان راسي علينا حضرتك في 2019 بطوله العالم للشباب تحت 19 و17 سنه هتقام في الاسكندريه تمام. الكوفيد 19 لما وقف كل وكان راسي علينا في 2020 بطوله العالم للناشئين تحت 21 سنه تمام. بطوله العالم للكبار دي كانت راسي على دوله بيلاروسيا البيدنج بيتعمل قبلها بثلاث سنين وكل حاجه راسية معروفه كالندر واضح تمام. تمام اللي حصل ان جت السنه اللي فاتت تمام غير كوفيد 19 قامت زي كده ثوره صغيره كده في بيلاروسيا خلاص وطبعا يعني حصل مش هاخد في البوليتكس يعني بتاعتها حاجه حصلت فرئيس الاتحاد الدولي لا كلمنا خلاص وكان في زعل من الوسط الرياضي او اللجنه الاولمبيه الدوليه كمان في من دوله بيلاروسيا وتعاملها مع نقول الشعب والرياضيين والكلام ده كله. فرئيس الاتحاد الدولي الحقيقه كلمني وقتها وقال يا جماعه في قلق لو القلق ده لسه موجود لسه بطوله قدامها سنه خلاص انا اخاف ان القلق ده يفضل موجود لسه ما يتحلش. لو ده موجود واضطرينا نسحب البطوله من بيلاروسيا هل مصر ممكن تبقى بلان بي؟ طب اشمعنى اختار حضرتك واختار مصر؟ اكيد كان في مقدمات اكيد طبعا في أكيد مقدمات ان احنا بننظم بطولات على اعلى مستوى ان احنا قادرين في شورت تيرم ان احنا نبقى جاهزين غير الدول الثانيه بتحتاج تجهيزات اكتر وموافقات اكتر تمام. فلما قال الكلام ده فعلا تواصلنا فورا مع اللجنه الاولمبيه المصريه ومع وزاره الشباب والرياضه خلاص وخدنا الموافقات المطلوبه ان احنا نكون جاهزين. لما جت بقى قبل البطوله بثلاث شهور والاتحاد الدولي راح ساحب البطوله من بيلاروسيا كنا جاهزين وكان اتعمل ايه؟ ما هو لما يسحب برضه مش هيدهاني كده لا هيعرضها على العالم كله في يا جماعه بطوله كمان ثلاث اشهر في حد يقدر ينظم؟ كل الدول قالت ما نقدرش راح مرسيها على لا عشان يرسيها كمان اضطر انه يعمل مكتب تنفيذي طارئ ويصوتوا باجمالي المكتب 17 واحد بيصوت لصالح مصر لان في بند في اللوائح بتاعه الاتحاد الدولي تمنع ان دوله تنظم اكتر من بطوله عالم في مرحله مختلفه في نفس السنه. صحيح فاحنا اوريدي واخدين دي سنه استثنائيه طبعا بس احنا كنا واخدين الشباب اترحلت بقت في السنه دي من 20 اتلعبت 21 واحنا اوريدي كان عندنا 21 موجوده فيها الناشئين فعندنا بطولتين وبعدين كمان هتاخد الكبار يعني مصر انا اتحدى ان يكون في اي دوله في العالم في اي لعبه خلاص نظمت اوكي نظمت جميع بطولات العالم جميع المراحل السنيه في نفس السنه في دوله واحده لا ده انا عايز ده حصل عندنا هنا.